ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة وصفة. اليوم إن شاء الله سأقدم لكم طريقة عمل فقاس سهل اقتصادي ولذيذ. بالنسبة للمقادير سنحتاج إلى 4 بيضات، كأس من الزيت، كأس من السكر سنيدة، 7 غرام من سكر بنكهة الفانيلا، 14 غرام من الخميرة الكيماوية، قبصة من الملح، ملعقة كبيرة من اليانسون وحبة حلاوة والشمر، ثم الدقيق لجمع العجين. بسم الله على بركة الله. أولا نقوم بكسر البيض. دائما البيض نقوم بكسره في إناء للتأكد من جودته. بسم الله، هذه البيضة جيدة. إذا نضعها نفس الطريقة. بسم الله، كما سبق للذكر 5 بيضات. ها هو البيض في الإناء. الآن أضيف السكر سنيدة، ثم أضيف السكر بنكهة الفانيلا وقبصة من الملح. الآن نقوم بخفق. نترك البيض مع السكر سنيدة حتى يندمج. الآن نضيف الزيت. بسم الله، شيئا فشيئا إلى أن نكمل باقي الكأس. أضيف الآن ملعقة من حبة حلاوة والنافع، الشمر واليانسون. بسم الله، ملعقة أخرى من اليانسون. نضيف الدقيق شيئا فشيئا. بسم الله، إلى أن يجتمع عندنا العجين. الآن نضيف الخميرة الكيماوية. ونقوم بالعجن. الآن العجين أصبح متماسك وجاهز. نقوم بتشكيل العجين على شكل كويرات. من بعد ما قمت بعمل العجين على شكل كويرات، نقوم بتشكيله بشكل طولي. بسم الله، ها هي. الآن نضعها في صفيحة الفرن. بسم الله، نفس الطريقة إلى أن نكمل باقي الكويرات. ندهن الآن بالبيض مخلوط مع النسكافيه. بسم الله، والآن نزين بالفرشاط. بسم الله، ندخله إلى الفرن ليطهى. من بعد ما أخرجناه من الفرن، نقوم بتقطيعه إلى قطع بهذا الشكل، قطع رقيقة. نقوم بقلبها ثم ندخله للفرن ليتحمر. الفقاس بعد إخراجه من الفرن. بالنسبة لهذا الفقاس مزين بشكل طولي، وهذا مزين بالشكل الذي رأيتموه في الفيديو. إذن ها هي النتيجة النهائية. لا تنسوا عمل جيم للفيديو والمشاركة في القناة للتوصل بالجديد. إلى وصفة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.